تتواصل تحديات، تستمر الانطلاقات. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم وبحضراتكم مع هذه الأشواط المتواصلة التي تأتي من خلال حضور هذه الأشواط المتتالية، شوطنا 19 والخاص هنا أيضا بالأبكار. نتابع الصدارة، نراقب المقدمة والقيادة، حفلة سيف بن عبيد بن سالم بالهلي يأتي على الصدارة ويقدم حفلة، بينما المركز الثاني الوصول والحضور من خلال تواجد مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، القادمة بكل قوة والمنطلقة بهذا المسار والحاضرة بالإبداع هنا أيضا من خلال تواجد هنا أيضا شعار كاب الهلي على الصدارة. المركز الثاني بن كشيم مع الجبيل احمد بن راشد بن كشيم الشامسي، المركز الثالث الوصول من خلال الشاهنية ترجو بن راشد بن خليفة المهيري، المركز الرابع هنا دمع عبيد هنا ايضا يتقدم في هذه اللحظات وينطلق الرميزي، ايضا اتدخل من خلال تواجد هنا ايضا القادمة والمنطلقة بكل قوة 21 دمع عبد الله بن عبيد بن راشد المهيري. تابع الشعارات القادمة، شوف الاسماء الواصلة بكل قوة الحاضر بالابداع، ولكن بالهلي، ولكن بالهلي مع هنا حفلة، مع حفلة على المقدمة الأولى سيف هنا أيضا، سيف بن عبيد بن سالم بالهلي يتقدم ينطلق على البداية مع حفلة على المقدمة من الشعارات القوية، من الشعارات التي يشار لها بالبنان في عالم سباقات الهجن. يتقدم بالهلي ونوعياته، يتقدم بالهلي بشعاره الغني عن التعريف على المقدمة مقدمة الأولى، بينما دمعة عبد الله هنا أيضا بن عبيد بن عاضد المهيري إذا صح هذا التعبير، يتقدم مع المركز الثاني. المعركة الثنائية، المعركة الثنائية بالهلي ولا بن عاضد، بن عاضد ولا بالهلي، بالهلي 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 مع حفلة، مع حفلة بن عاضد مع دمعة، بن عاضد مع دمعة، المعركة الثنائية، المعركة الثنائية بالهلي بالهلي مع حفلة، مع حفلة هنا يتقدم على الصدارة ينطلق على البداية سيف بن عبيد بن سالم بالهلي بالهلي بالهلي. شكرا شكرا على هذا الإبداع من خلال تواجد حفلة. سلام سلام يا بالهلي سلام، تسلم يمينك على هذا الإبداع. المركز الثاني مع بن عاضد، ثالثا مع بن حزمي، رابع المراكز مشاهدينا الأعزاء متابع الكرام كانت ورود عبد الله بن سيف بن عبد المشغوني، وخامس المراكز كان الدخول سريع من خلال تواجد هذه الشعارات المتدخلة في اللحظات الأخيرة. هذه النتيجة 2:58 ثانية. تهانينا والناموس.